إن بلادي انطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز مسار الاندماج القاري في إفريقيا سارعت إلى تبني مقاربة إقليمية، وفي هذا الإطار فإن مشاركة الجزائر تتجلى إقليميا من خلال مشروع الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ولاغوس في نيجيريا، ومضاعف بخط أنابيب الغاز والربط بالألياف البصرية على نفس المسار، ووطننا من خلال العديد من كبريات البنية التحتية لا سيما ميناء جنجن وميناء الحمدانية في مدينة شرشار في البحر الأبيض المتوسط. وفضلا عن ذلك فإن بلادي التي أطلقت في بداية السنة الماضية الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن من والتنمية تعتزم لتوجيهات الإفريقية والمساهمة في دعم الإدماج القاري وجهود التنمية في الدول الإفريقية الشقيقة.